السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب الصوت واضح عندكم؟ صوتي واضح؟ تمام. طيب يا شباب إبراهيم البندري مريم، ودي يعني في العجالة هذه ربما تكون هذه آخر محاضرة، ربما إذا كان الأسبوع القادم فيه لقاء. تمام. فودي أطرح عدة أسئلة ونحلها مع بعض على أساس ما ننسى المنظمات الغير ربحية الغير الحكومية. فاستطردنا من حوالي أسبوعين أو ثلاثة كلها في المحاسبة الحكومية، لكن أبغى أذكركم بالمنظمات الأخرى اللي لا تهدف إلى الربح، كمنظمات النفع العام أو الجمعيات الخيرية أو التعاونية. فيها عدة أسئلة ربما أنا طرحناها أثناء الشرح، الآن نطرح منها يعني نستذكر منها. بقول لكم اللي هو السؤال وتحطون ألف باء جيم دال لو صار خيارات، فمجرد بدل ما تكتبون التعبون كتبوا لي ألف أو باء أو جيم أو دال. أيضا أنا في السياق لما أتوقف من ألف أو باء أو جيم فأنتوا عارفين ألف باء جيم دال من غير ما أقول الحرف هذا. التصنيف الأشمل للمنظمات العامة للمجتمع، التصنيف الأشمل للمنظمات العاملة بالمجتمع، ربحية غير ربحية، اقتصادية غير اقتصادية، خدمية غير خدمية، مجتمعية غير مجتمعية. أعيد، ألف هو يصنف الآن المنظمات العاملة بالمجتمع الخيرية والتعاونية وهكذا، هل هي ربحية وغير ربحية لو صنفناها بشكل عام، ألف. باء اقتصادية غير اقتصادية، جيم خدمية غير خدمية، دال آخر شيء مجتمعية غير مجتمعية. بارك الله فيك البندري. إبراهيم مريم ويانا مريم. تمام. المنظمات الغير ربحية، بالنسبة إلى المنظمات الغير ربحية، هل هي حكومية
ومجتمعية. طبعا الإجابة اللي هو حق السؤال الأول ألف، برني نسيت أن أعطيكم الإجابة، اللي هو الألف، أن المنظمات العاملة في المجتمع ربحية وغير ربحية، هذا بشكل عام. المنظمات العاملة في المجتمع، بشكل عام. لكن السؤال الثاني، المنظمات الغير ربحية، هل ممكن تصنيف أنها تكون حكومية ومجتمعية؟ المنظمات الغير ربحية اللي لا تسعى إلى تحقيق الربح أو لا تهدف إلى الأرباح، هل هي ألف حكومية ومجتمعية، أو حكومية وغير مجتمعية، أو مجتمعية وغير حكومية، أو حكومية أو مجتمعية؟ الإجابة تكون ألف. بارك الله فيك يا البندري، اللي هو ألف، أن المنظمات الغير ربحية، الموجودة، لو نظرنا إلى عندنا في اللي هو في دولة السعودية، المنظمات، نلاحظ أن المنظمات الغير ربحية اللي لا تسعى إلى الربح، يا إما تكون حكومية أو تكون مجتمعية. أيضا السؤال اللي بعده قال أن الأصل في المنظمات الغير ربحية أن تمارس نشاطها، الأصل فيها، الأصل في المنظمات الغير ربحية اللي لا تسعى إلى تحقيق ربح، هل تمارس نشاطها عن طريق تحصيل تبرعات، أو تحقيق موارد، أو تعظيم ثروات المجتمع، هذا نشاطها، أو توفير حياة إنسانية كريمة؟ ألف باء جيم دال. ألف تحصيل تبرعات، تحقيق موارد، باء جيم تعظيم ثروات المجتمع، دال توفير حياة إنسانية كريمة. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة إلى لو قلنا الأهداف اللي تنبني عليها المنظمات الغير ربحية، إنه توفر حياة إنسانية كريمة، اللي هو ده آخر شيء، هذا الهدف من اللي هو من نشاطها. طيب، لو قلنا إن الأصل في المنظمات الغير ربحية تمارس نشاطها لذوي الدخل المحدود، الأصل في المنظمات، حطوا أي منظمة من المنظمات اللي هن في العام لا تهدف إلى الربح، هل تمارس نشاطها فقط لذوي الدخل المحدود، هذا ألف، أو باء عموم أفراد المجتمع، أو جيم المواطنين فقط، أو دال بعض المقيمين؟ أعيد، الأصل في المنظمات الغير ربحية اللي لا، هو فعلا باء، لكن أبغى أعيد، ربما ما انتبهوا البعض، أن الأصل في المنظمات الغير ربحية اللي لا تهدف إلى الربح، إن هي تمارس نشاطها من أجل يا إما ألف ذوي الدخل المحدود، أو باء عموم أفراد المجتمع، اللي أنت جاوبت عليه يا البندري يا مريم، اللي هو عموم أفراد المجتمع، جيم وضع اللي هو المواطنين، ودال وضع أيضا بعض المقيمين. الصحيحة اللي هو عموم أفراد المجتمع، فالأصل في المنظمات الغير ربحية اللي لا تهدف إلى الربح، أن تمارس نشاطها من أجل عموم أفراد المجتمع. طبعا لما نقول عموم أفراد المجتمع، اللي هو يدخل معها المواطنين وأيضا المقيمين، وليس فقط لذوي الدخل المحدود، أو نحتكرها على المواطنين أو نحتكرها على المقيمين، وإنما الإجابة لعموم أفراد المجتمع، أيضا لو قلنا أن الأصل في المنظمات الغير ربحية، الأصل في المنظمات الغير ربحية تمارس نشاطها، ربما يكون مقابل، أو ربما يكون مقابل اقتصادي، أو دون مقابل، هذا جيم، أو دال دون مقابل اقتصادي. الأصل، انتبهوا وياي، الأصل، لأن
ربما تكون بعض اللي هو المنظمات يكون لها مورد وإن كان بمقابل، لا، لكن احنا نتكلم عن الأصل أو الهدف الرئيسي الأصل في المنظمات الغير ربحية أن تمارس نشاطها ألف مقابل، باء مقابل اقتصادي، جيم دون مقابل، دال دون مقابل اقتصادي. الإجابة الصحيحة أنه جيم دون مقابل، دون مقابل. هذا الأصل في المنظمات التي لا تسعى إلى تحقيق أرباح. طيب لو أخذنا مثال قلنا اللي هو سؤال المنظمات الغير ربحية الحكومية، المنظمات الغير ربحية الحكومية تتقيد قيودها، يا إما اللي هو ألف تتقيد بالتعليمات النظامية، هذا ألف، باء تتقيد بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، أو جيم الإجابة ألف زائد باء، يعني التعليمات النظامية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأولوية للتعليمات، والأولوية للتعليمات، هذه الإجابة جيم، بينما دال يقول ألف زائد باء والأولوية للمبادئ. طب هو ياي تخبطون. المنظمات الغير ربحية الحكومية تتقيد بودها، هل تتقيد بالتعليمات النظامية والنظام والقوانين، أو تتقيد بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها اللي احنا عارفينها جميع المبادئ المحاسبية، أو تتقيد بألف وباء اللي أنا ذكرت التعليمات النظامية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأولوية للتعليمات، يعني ربما نضحي بأي مبدأ محاسبي، هل اللي يقصد جيم، ربما نضحي بأي مبدأ محاسبي متعارف عليه من أجل اللي هو التعليمات النظامية، يعني الأولوية للتعليمات النظامية أو للقانون مثل ما شرحنا اللي هو أمس. الإجابة اللي هو دال آخر شيء، قال ألف وباء يعني التعليمات والتعليمات النظامية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأولوية للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وين الإجابة؟ ما شاء الله عليكم، اللي هو جيم فعلا، اللي هو المنظمات الغير ربحية إن هي تتقيد بالتعليمات النظامية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها الاثنين، لكن الأولوية للتعليمات النظامية، الأولوية للتعليمات النظامية أو القانون. فالإجابة مثل ما قلت اللي هو جيم. لو طرحنا السؤال هذا وقلنا قد تمارس المنظمات الغير ربحية نشاطها، قد تمارس المنظمات الغير ربحية أنشطتها بمقابل، بمقابل، هل المقابل هذا ألف رمزي أو باء يغطي التكلفة أو جيم اقتصادي أو دال أي مما سبق، يعني كلهم ربما يكون رمزي ويغطي التكلفة واقتصادي. شو يكون الإجابة؟ دال، بارك الله فيك يا البندري، اللي هو دال للجميع، للجميع اللي هو دال أي مما سبق، يعني ربما يكون رمزي اللي هو تمارس المنظمات الغير ربحية نشاطها، وأيضا ربما يكون بمقابل أنه يغطي التكلفة، أو أيضا ربما يكون اللي هو اقتصادي. فالإجابة اللي هو دال. لو أخذنا السؤال هذا وقلنا يمتلك المنظمات الغير الربحية الحكومية، هل يمتلكها فرد أو بضعة أشخاص أو مجموعة من المساهمين أو لا شيء مما سبق اللي هو الدال،
ألف يمتلك المنظمات الغير ربحية الفرد، هذا ألف يعني الفرد. أعيد لكم عشان ما تتلخبطون، السؤال يقول يمتلك المنظمات الغير ربحية الحكومية، المنظمات الغير اللي لا تهدف إلى الربح، يمتلك كفرد هذا ألف، أو بضعة أشخاص باء، أو مجموعة من المساهمين مثل ما عندنا اللي هو شركة المساهمة، مجموعة من المساهمين، أو دال لا شيء مما سبق، يعني لا يمتلك لا فرد ولا الإجابة اللي هو دال لا شيء مما سبق، لا أحد يمتلك المنظمات الغير ربحية، حتى لو انتهت وأتوا إلى حل المنظمة هذه الغير ربحية تؤول أموالها إلى الحكومة، هذا الأصل فيها، لا تؤول إلى أشخاص. في سؤال أيضا نفس اللي هو عند التصفية، لو قلنا عند التصفية تؤول للدولة المجتمع، يعني يمثل المجتمع أصول المنظمات، هل تؤول لها الربحية أو تؤول للدولة الغير ربحية أو الاقتصادية أو الخدمية؟ أعيد السؤال، عند التصفية لما نصفي تؤول للدولة، تؤول للدولة نبي قصير المجتمع أصول المنظمات، أي منظمات؟ هل المنظمات ألف الربحية أو باء الغير ربحية أو جيم الاقتصادية أو دال الخدمية؟ شو اللي يقول إلى المجتمع فعلا اللي هو باء الغير ربحية، باء الغير ربحية. طبعا لو ايضا اخذنا سؤال عن قياس المحاسبه في المنظمات الغير ربحيه مقارنه بمثيلاتها في المنظمات الربحيه، لو اخذنا اللي هو سؤال او مقارنه ما بين القياس المحاسبي في المنظمات الغير ربحيه اللي لا تهدف الى الربح مقارنه بمثيلات في المنظمات الربحيه، لو قارنا هل هذا القياس المحاسبي أسهل في المنظمات الربحية مقارنة بمثيلات في المنظمات الربحية؟ أعيد، القياس المحاسبي في المنظمات الغير ربحية لما أنا أكون في منظمة غير ربحية لا تهدف إلى الربح، القياس المحاسبي لو قارنت بالمنظمات الربحية هل هو أسهل ألف باء أصعب في المنظمة الغير ربحية أصعب، جيم لا فروق، دال لا مجال للمقارنة؟ إيش الإجابة اللي تكون باء، وفعلا اللي هو أصعب القياس المحاسبي في المنظمات الغير ربحية. في سؤال أيضا الموازنة، لو أخذنا اللي هو الموازنة وسألنا سؤال قلنا تمثل الموازنة اللي نقصدها اللي هي للدولة وثيقة، فعلا الموازنة هي وثيقة، هل الوثيقة هذه ألف إدارية أو هي وثيقة اقتصادية أو هي وثيقة سياسية أو هي وثيقة قانونية؟ سؤال يقول تمثل الموازنة وثيقة، تمام، هل الوثيقة هذه اللي تمثلها الموازنة هل هي وثيقة إدارية باء اقتصادية جيم سياسية دال قانونية؟
ده القانون فعلا الإجابة هي تكون وثيقة قانونية، وثيقة قانونية. لو أيضا تطرقنا إلى الموازنة وقلنا قبل اللي هو اعتمادها من أعلى سلطة في أي دولة من اللي هو الدول، لكن قبل ما تصبح هذه موازنة، قبل اللي هو اعتمادها، هي تسمى بمسمى. فلو فرضا جانا السؤال هذا وقال تسمى الموازنة قبل اعتمادها، قبل ما تعتمد من على سلطة في اللي هو البلد، هل الموازنة هذه قبل اعتمادها تسمى مقترح قبل ما تعتمد، أو تسمى باء مشروع، أو تسمى جيم رؤية، أو تسمى قبل اعتمادها خطة اللي هو دال؟ أعيد لكم ما شاء الله عليكم، اللي هو فعلا مشروع، يعتبر اللي هو مشروع. طيب، بيانات الموازنة العامة، انتبهوا للبيانات الموازنة العامة. هل بيانات الموازنة العامة عبارة عن أصول وخصوم، مثل موجود عندنا في المحاسبة المالية أصول وخصوم بيانات الموازنة العامة، هذا ألف. ب، أو هي عبارة عن موارد ونفقات، أو جيم أصول ونفقات، ركزوا، أو دال خصوم وموارد. فعلا اللي هو موارد ونفقات، موارد ونفقات. وتلاحظونها لما تصدر الميزانية عندنا، تصدر عبارة عن الموارد، قدرت الموارد بكذا وقدرت النفقات بكذا، هو الفرق ما بينهم. لو كان الموارد أكبر من اللي هو النفقات، فهذا يعبر عن فائض في الميزانية. أما لو كانت الموارد أقل من اللي هم النفقات، يعني كانت النفقات أكبر، فهذا يعبر عن عجز في اللي هو الموازنة. طيب، لو سألنا وقلنا يتم إعداد الموازنة العامة على مستوى، يتم إعدادها على مستوى الوحدة التنفيذية، أو يتم إعدادها على المحافظة، أو يتم إعدادها على مستوى الوزارة اللي هو جيم. أخيرا، هل يتم إعداد الموازنة العامة على مستوى الدولة؟ تنتهي ما شاء الله عليك، تيبي اللي هو على مستوى الدولة، اللي هو فيتم إعداد الموازنة العامة على مستوى الدولة. طبعا في أسئلة، لو أخذناها بالنسبة للموازنة أو الفترة الزمنية للموازنة، عادة تكون اللي هو سنة، وهذه من ضمن أوجه الشبه ما بين المنظمات أو اللي هو الحكومة، اللي نقصد اللي لا تهدف إلى الربح، وبالنسبة إلى المحاسبة المالية، كلاهما سنة 12 شهر. لكن لو فرضا سألنا عن إصدار الموازنة، يعني لما تصدر الموازنة في اللي هو الدولة، هل معناها هذا ألف أمر بتحصيل الإيرادات، باء تصريح للوحدات الحكومية بالإنفاق، اللي هو باء تصريح للوحدات الحكومية بالإنفاق،
أو جيم ألف زائد باء أو دال انتهاء العمل المحاسبي. خلينا نفهم السؤال. إصدار الموازنة، لما تصدر الموازنة في بداية اللي هو السنة، هل معناها هذا أمر بتحصيل الإيرادات؟ لأن لاحظوا معي أن الموازنة أو ميزانية اللي هو الدولة أمر مستقبلي للسنة اللي سوف تأتي، فهي تكون في بداية فرضا 2019. فلما تصدر، هل هو معناها أنه أمر بتحصيل الإيرادات؟ لأن بعض الوحدات الحكومية مثل ما قلت لكم ربما تحصل بعض اللي هو الإيرادات، أو با تصريح للوحدات الحكومية بالإنفاق، لأن يعني احنا بنعطيها الأموال وهي سوف تنفق على المرافق الموجودة عندهم لها الوحدات الحكومية، الوحدات الحكومية مثل الوزارات والهيئات أو با اللي هو أمر بتحصيل الإيرادات زائد تصريح للوحدات الحكومية بالإنفاق. الجملة اللي له اللي هو الجيم ألف زائد باء، أو أن إصدار الموازنة تعني انتهاء العمل المحاسبي. بارك الله فيكم، دامي ما شاء الله عليك، العتيبي متصدرة، وأيضا مريم سارة، كلكم ما شاء الله عليكم. اللي هو إصدار الموازنة هي تعني الاثنين اللي هو ألف وباء، والإجابة اللي هي جيم مثل ما تفضلت، واللي هو أمر بتحصيل الإيرادات، أني أمر الوحدات الحكومية بتحصيل الإيرادات. فأنا أمر جميع فرضا اللي هو الشؤون البلدية والقروية في تحصيل اللي هو بعض الرسوم وكذا، هذه بأمر اللي هو بتحصيل اللي هو الإيرادات للوحدات الحكومية، وأيضا تصريح أن يصرح للوحدات الحكومية الوزارات ووزارة الصحة ووزارة اللي هو التعليم بالإنفاق على الموظفين وعلى الوحدات اللي هو الحكومية. فهم الاثنين، امر بتحصيل الايرادات وايضا تصريح للوحدات الحكومية بالانفاق، وليس انتهاء العمل المحاسبي. ايضا لو سألنا قلنا غالبا ما تتضمن الموازنة، انتبهوا وياي، غالبا ما تتضمن الموازنة فائض ألف باء عجز جيم ألف زائد باء، يعني فائض زائد عجز دال آخر شيء ألف أو باء. نشوف أول واحدة اللي جاوبت دال، البندري ما شاء الله عليك، دائما متصدرة يا العتيبي، بارك الله فيك العتيبي، وأيضا ما ننسى مريم، وأيضا سارة، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. يا ولدي يا إبراهيم، أنت مرة جست لسن صح؟ جست لسنينج، ما شاركتنا. فانتبهوا إلى لا تتلخبطون، ربما يكتب اللي هو ألف زائد باء، وأيضا اللي هو بالنسبة إلى الجيم لما يكتب ألف زائد باء معناها فائض وعز، وهذا لا يأتي لا منطقيا ولا عقليا، لا يمكن يكون أني تتضمن الموازنة في وقت واحد فائض وعز، لا منطقيا ولا عقليا ولا حسابيا، وإنما يكون ألف أو باء، يا إما فائض يا إما عجز، ما يأتي الاثنين جميع. فالإجابة صحيحة مثل ما تفضلت، بارك الله فيكم، اللي هو دال، اللي هو دال. طيب
لا تنسون أيضا لو طرح أي سؤال بالنسبة إلى المبادئ، الموازنة موجودة عندكم وأنا أرسلتهم في منتدى المناقشات بالنسبة إلى المبادئ الموازنة. مبادئ الموازنة هناك تقريبا 5 مبادئ، مضمن اللي هو المبادئ الموازنة هي تكون على اللي هو الوحدة، وأيضا اللي هو من ضمن المبادئ اللي هو العمومية وعدم اللي هو التخصيص. فهذا نعني أن لا نخصص إيراد مقابل نفقات محددة. هذا من ضمن اللي هو المبادئ، فهي عبارة عن العمومية، فنأخذ جميع الإيرادات السيادية للدولة، نجمعها كلها ثم ننفقها على جميع النفقات للدولة، ولا نخصص إيراد محدد مقابل مصروف محدد، يعني عدم اللي هو التخصيص، ونأخذ بالعمومية. فهذه من ضمن مبادئ الموازنة، من ضمن مبادئ الموازنة. لو سألنا بالنسبة إلى الفائض، لو قلنا فائض الموازنة المستقلة، يعني بعض الوحدات تكون لها ميزانية واللي هو مستقلة، هل هو يمثل فائض الموازنة المستقلة زيادة إيرادات وحدة حكومية اقتصادية، أو زيادة مصروفات وحدة حكومية اقتصادية، أو جيم نقص إيرادات وحدة حكومية خدمية، أو دال زيادة مصروفات وحدة حكومية خدمية؟ أعيد لكم، ركزوا وياي. فائض الموازنة المستقلة، لما يكون عندنا فائض، هل هو الفائض هذا هو عبارة عن زيادة إيرادات وحدة حكومية اقتصادية؟ لأن عندنا في الدولة عبارة عن اللي هو الوحدات الحكومية، لما نقول وحدة حكومية ما اللي هو تتمثل في الوزارة أو الهيئة أو اللي تابعة، فلما يكون هناك زيادة في الإيرادات، هذا اللي نقصد بفائض في الموازنة المستقلة، أو ب زيادة مصروفات وحدة حكومية اقتصادية، أو نقص إيرادات وحدة حكومية خدمية، أو زيادة المصروفات. طبعا اللي هو الإجابة بتكون اللي هو ألف. انتبهوا وياي، خلنا أعيد لكم، بارك الله فيك العلوي مريم، وأيضا اللي هو العتيبي. نبغى نفهم اللي هو فائض الموازنة المستقلة تمثل زيادة إيرادات وحدة حكومية اقتصادية، يعني فائض معناها في زيادة في اللي هو الإيرادات، وليس طبعا اللي هو باء جاب لنا قال زيادة المصروفات، ما يمكن. فائض الموازنة معناها زيادة المصروفات، لا يمكن منطقيا، ولا يكون أيضا نقص في الإيرادات اللي هو جيم، وأيضا لا يكون اللي هو في دال زيادة مصروفات، وإنما هو عبارة عن زيادة الإيرادات. عفوا يا شباب. سؤال ربما اللي هو الأخير، لو سألنا بالنسبة إلى اللي يمثل بنك الدولة عندنا في السعودية، في المملكة العربية السعودية، في ديرتنا، هل هي يمثل اللي هو البنك بالنسبة إلى الموازنة وزارة المالية، أو البنك الإسلامي للتنمية، أو مؤسسة النقد العربي السعودي، أو ديوان المراقبة العامة؟ السؤال الأخير، يمثل بنك الدولة عندنا في السعودية، هل هو يمثلها ألف وزارة مالية، باء البنك الإسلامي للتنمية، جيم مؤسسة النقد العربي السعودي،
دال آخر شيء ديوان المراقبة العامة. يا شباب خلينا نعيد. أيوه بارك الله فيك العتيبي، اللي هو جيم سارة جيم، اللي هو مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة اللي يمثل اللي هو بنك الدولة. طبعا بالنسبة إلى وزارة المالية اللي يصدر منها اللي هو الموازنة، وأيضا يأتي ديوان المراقبة العامة، هذا اللي مسؤول أيضا عن مراقبة صرف الميزانية لديوان المراقبة العامة. فعندنا هيئتين رقابيتين بالنسبة إلى الموازنة أو الميزانية، الأولى وزارة المالية والثانية ديوان المراقبة العامة. لكن الذي يمثل اللي هو بنك الدولة اللي هو مؤسسة النقد العربي السعودي. فننتهي إلى هنا، وننتظر إن شاء الله الأسبوع القادم لو التقينا إن شاء الله بكم، أو هذا اللي عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.